رأيك كابتن وليد إن شاء الله. طيب خلينا نقول في البداية إن البطولة لحد دلوقتي المستوى بتاعها مش أحسن حاجة. صح. المنتخبات متأثرين بكورونا، في لعيبة كتير في المنتخبات غايبين. أنا شايف المستوى بتاعنا أعلى من المستوى اللي إحنا شايفينه في البطولة لحد دلوقتي، وإن كان إن ممكن يبقى السنغال والكاميرون أحسن أداء شوية. السنغال كانت هتخسر من زيمبابوي، بس عندها امكانيات عاليه. طبعا عندها امكانيات بس ما قدمتش لسه مستوى كويس. والميزه يعني كانت عادل، كان ضربه جزاء في الدقيقه 95 بالظبط. والميزه كمان يا كريم في البطوله دي ان ممكن فرقه مش مصنفه او ضعيفه تكسب فرقه كبيره. صح. هي دي التكتيكال او دي هنقول الموضه بتاعه البطوله دي. صح. خلينا نتكلم على منتخبنا. احنا انا شايف ان كروش هيشتغل ب 4-3-3 الطريقه العاديه اللي هو رقم 10 مش موجود، لكن الفكره كلها احنا عندنا في نص الملعب حاجه صعبه شويه، او عندنا الطريقه اللي بتخدم 4-3-3 في 3 نص ملعب مش موجوده. هنقول السوليه غايب، عندنا النني وحمدي فتحي، وعندنا زيزو وامام عاشور وعبد الله السعيد ومهند لاشين، لكن خلينا نقول اللي هو الراجل اللي حاططهم او مركز معاهم حمدي فتحي والنني، وفي الثالث زي ما حسن قال ان ممكن يبقى عبد الله السعيد وممكن يبقى زيزو، بس نسي ممكن يبقى ما قالش امام عاشور، لان امام عاشور بيلعبها في الزمالك وهو اللي هيلعب تريزيجيه غالبا. وقال تريزيجيه انا مش مقتنع وهقول لك ليه خالص موضوع تريزيجيه، لكن خلينا نقول الثلاثه الانسب. هو الراجل بيعتمد على المحترفين رقم واحد، فهنقول النني وهنقول حمدي فتحي ماشي بشكل كويس. الثالث ده اللي هو ناحيه الشمال اللي هو عبد الله السعيد لعبها قبل كده، وفي زيزو، لكن انا شايف ان زيزو هو اللي يلعب في الحته دي او امام عاشور، لان انت بس امام عاشور بلا خبرات دوليه خالص تلعبه في مواجهه زي كده، مش تقليلا من امام عاشور، امكانيات كبيره. صحيح صحيح، بس خبرات دوليه مش موجوده. مش موضوع خبرات، لان انت لو بتتكلم كروش اولا امام مع نادي الزمالك وافريقيا وشغاله، الراجل بيشتغل بشكل اساسي من وقت ما فرجاني مشي، فالراجل عنده خبرات، لكن هو عنده طاقه وعنده باور. والبطوله دي عايزه جري، مع التكتيك بتاعها او الفنيات قليله شويه. صح. القوه والبدني اعلى. صح. فانت محتاج في نص الملعب عشان تخدم طريقتك دي ثلاثه نص ملعب بيجروا كتير وعندهم وصغيرين في السن وعندهم الباور اللي هم يادوا يخدموا الطريقه في الدفاع والهجوم. فانا شايف ان زيزو وامام عاشور في الحته دي، زائد نني وحمدي فتحي، اعتقد ان الثلاثه يغطوا المساحه ويشتغلوا يخدموا طريقه كروش. طيب هتقول لي تريزيجيه، شايف ان تريزيجيه اولا هو عنده بيتميز زي محمد صلاح كده بالقوه الانفجاريه او القوه اللي هي السبرنت العالي. فانت عمرك ما تجيب محمد صلاح تلعبه في نص الملعب، ينفع؟ مش هينفع. ليه؟ لان هو الراجل بياخد السبرنت بتاعه وبيفنش عشان ما لعبهاش قبل كده كمان صلاح، وحتى ما هو ما ينفعش يلعبها. لان هو انا بكلمك في يعني انت مثلا تريزيجيه ممكن تخليه زي عمرو السوليه في نص الملعب. نص الملعب لا طبعا، بس هو كان بادئ كده. لسه اقول لك كان بادئ لا صلاح كده. صلاح ما ينفعش عشان ما لعبهاش قبل كده، لكن تريزيجيه لعبها مع النادي. انت تعرف ان تريزيجيه ده اصلا مكانه الاصلي؟ ايوه ده مكانه الاصلي في النادي الاهلي. انا معاك، بس في النادي الاهلي انت بتتكلم في حاجه ان انت فرقه بتهاجم طول الوقت، الفرقه قدامك خايفه. أنا هو اتوظف كده في البدايه، لكن انا بكلمك بعد ما طلع واشتغل، هو بيشتغل كجناح دلوقتي. ايه؟ أيوه. فهو بيعمل ايه؟ عنده سرعات وبيقطم ويلعب على الجول. ممكن اناقشك فنيا شويه وكابتن اينو كمان يخش معانا فيها. انه تفتكر مثلا هو عايز يعمل اجناب، يعني في الثلاثه اللي في النص دول، عايز مثلا تريزيجيه يبقى قصاد فتوح يلعب بيه جنب شويه ويلعب ادوار دفاعيه تاني، عايز الناحيه الثانيه حمدي فتحي يامن مع اكرم توفيق الجبهه الشمال بتاعه النيجيريا، عشان صلاح مش هيطلع يامن معاه. فمش ممكن ان ده يكون فكره انه يعمل جبهات بالاثنين اللي في النص دول اللي هم الثمانيات خالص؟ ما بيفكرش كده. اي اثنين هيتحطوا ثمانيات في ثلاثه في نص الملعب لازم يعملوا اجنحه او جبهات مع الباكات الطرف بتاعتهم. في حته بقى ايه؟ ناحيه محمد صلاح مثلا ما بيدافعش كويس، اامن هنا، اخلي مثلا اكرم ما تطلعش، سيب حمدي مثلا او النني هو اللي يكمل مع محمد صلاح. الناحيه الثانيه تريزيجيه مش هيقدر يعمل الحته الدفاعيه مع فتوح والحته الهجوميه مع عمر مرموش. صعب، وان كان كمان ان تريزيجيه بقاله فتره ما بيلعبش اينو، كان مصاب. فهي الفكره ان الراجل
ما يشتغلش في نص الملعب 8 ولا عنده الباور ولا امكانياته من وجهه نظري، لان الراجل ده انا استغله في الحته الهجوميه او في الثلث الهجومي، لكن حته اللي هو اشتغل مع فتوح ناحيه الشمال وادافع وهاجم بالقوه دي، دي مش بتاعت تريزيجيه، ده بتاعت واحد متربي في نص الملعب، واحد حافظ يعني ايه نص الملعب، زي حمدي فتحي، زي السوليه، زي النني، زي زيزو، عنده الباور اللي هو يشتغل في الحته دي ويروح ويجي. عبد الله السعيد تستغله لما انت عايز تمسك كوره تحطها تحت رجلك، لو هتبدا برقم 10 تشتغل رقم 10 4 2 3 1 حسب سر المباراه، لكن التوظيف الامثل من وجهه نظري في نص الملعب هيشتغل بالنني وحمدي فتحي، وانا من وجهه نظري يبقى زيزو موجود، لان ده هيمثل حته البدنيه في اللي انت تعرف تكمل وبتعرف تدافع، لكن اي حد تاني يتحط في حته في نص الملعب في الوقت ده ما اعتقدش اللي هو يقدر يستحمل المجهود البدني في الفتره دي.